قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان الحج المسيحي للمزارات والمقامات التاريخية وأهميتها الروحية والرعوية. وكان هناك اتصال هاتفي من الأب يوسف فرانسيس، تحدث عن الاحتفال المقام يوم الجمعة بمناسبة عيد سيد الجبل في عنجرة. فإلى هناك أبونا، هلأ نحكي نحن على موضوع المزارات وهيك، شو تعطينا هيك نبذة عن تاريخ إقامة المزارات؟ متى بدأت المسيحية تحتفل بالمزارات؟ متى بدأت المسيحية والمسيحيين أنه يقيموا مزارات؟ هل هذا شيء بالعهد الجديد أم العهد القديم؟ هل له تاريخ يعني وجذور قديمة؟ نعم. بالحقيقة منذ أن قامت البشرية، نعم، قامت المقامات وقامت المزارات. حتى إذا عملنا نظرة شمولية للعالم اللي قبل الكتاب المقدس، نطلع أنه لما كانت عوامل الطبيعة تتأزم على الإنسان البدائي، الإنسان الأول، خلينا نحكي علم، ما بنحكي دين قاعدين هلا، نعم، بنحكي علم إحنا، الإنسان، نعم، البدائي كان يشوف الزلزال يحسه، يشوف البركان، الرعد، البرق، يخاف، يحكي أنه هذا إله، هذا البركان إله، نعم، ممكن يقتلني إذا أنا ما طلبت شفاعته، نعم. فكان يتجه الإنسان لمكان عالي معين ويحط عليه طوب ويبني ويضوي نار ويذبح حيوان عليه ويقول له هذا فداء لك كله أنت، بس يعني كافينا شرك. بعدين بالكتاب المقدس من بداية آدم وحواء، قصة في سفر التكوين، بنشوف أنه أولاد آدم وحواء هابيل وقابيل، قين وهابيل، نعم، كل واحد منهم قدم من صنعته، نعم، هذا من الأرض اللي زرعها وهذاك من بعدين بنشوف أول الأنبياء بالنسبة إنا كأبو الأنبياء، إحنا بنحكي أو اللي بيشتركوا فيه كل الديانات التوحيدية اليهودية والمسيحية والإسلام، اللي هو أبونا إبراهيم النبي، عندما سمع صوت الرب الإله يناديه من مدينة أور بالعراق ويقول له خذ مرتك وعيلتك وابن أخوك واتجهوا إلى الأرض التي قد أعددتها لكم على فلسطين. أول ما وصل هناك كمان أقام مقام ومذبح للرب، وبقيت هذه المقامات مع جميع الأنبياء إلى أن أتى نبي داود الملك وفكر في بناء هيكل، ولم يبنيه، ولكن ابنه سليمان هو اللي بنى فيما بعد. أبونا، بالنسبة للتاريخ إقامة المقامات أو المزارات يعني، وهلأ خاصة يعني زادت نعم، بناء المزارات يعني، بشوف كل كنيسة صارت تعمل مزار لقديس معين أو مزار للعذراء أو مزار، نعم، فهل أنت بتشوف أنه هذا تشتت المؤمن من أنه يكون موجود في الكنيسة للصلاة والاتجاه إلى هذه المزارات؟ أنا بشوف بالعكس يعني، بالعكس يعني بفرجينا أنه القداسة ممكنة، نعم، يعني الناس كانت تحكي دائما أنه هذاك يسوع المسيح عمل هيك، هذاك يسوع المسيح، هذاك ربنا، إحنا، نعم، بدنا نعمل. لا، اليوم عم تعطينا الكنيسة نماذج، شوفوها عبواب الكنائس، شوفوها، نعم، جوا نشوف المقامات لأشخاص، ماري ألفونسين، راهبة، نعم، إنسانة عادية، نعم، لا هي ملاك ولا هي، استغفر الله العظيم، إله، هي إنسانة عادية زينا، صارت قديسة لما حضرتك بتساهمي في الصلت بإقامة المزار، ليش؟ يعني تكريم لشخص حي وحاضر، نعم، إنه عم تحكينا رسالة، هالمسج مفادها إنه يمكن أنت، نعم، أنت، نعم، أنت بالضبط تكون قديس كهذا الشخص. مش صعبة، يعني مش صعبة، هي صعبة إن في عملية الستينج، ضبط الحواس، نعم، والهاي التعامل، ونفتح شبابيك قلب، نعم، ونياتنا نصفيها، نفتحها لربنا عشان شمسه تدخل. دائما بحاجة هالشباك قلبي اني افتحه. كيف بفتحه انا شباك قلبي؟ انا بفتحه لما بتواضع، لما بسامح الناس، لما بلاقي عذر لتصرفاتهم المسيئة تجاهي وبحكي هذا من مرضهم، هذا من وجعهم، هذا من هاي الصرخة ما طلعت بوجهي لاني انا مش منيحة، هاي الصرخة طلعت بوجهي لانه هو موجوع، مش انا اللي المشكلة فيه. بتحلل شوي، بتخفف من حقدي تجاه الاخر، بتخفف من أحكام على تصرفات العالة، هاي كلياتها بتساعد النماذج المقامات والمزارات. بتقولنا إنه يمكنك ذلك، نعم. إحنا ما موضوع المزارات نقول صح غلط، هدول بيعملوا هيك، هدول إيمانهم غلط، هدول
بيشتتوا، لكن المزار هو مكان عادة بيكون مكان جميل، يعني بنعمل بشكل جميل، اللي بيعملوا مثلا فيه المياه، الورود، الزريعة، بيحطوا أماكن صلاة للتأمل، لعيش هاي الروحانية اللي ممكن ما يقدر يعيشها في الكنيسة. يعني احنا مش انه عم بيبعدهم عن الكنيسة، الكنيسة للصلاة بس برتبة معينة، الكنيسة ما فيهم يعني مثلا انه يشاهدوا أمور أخرى، مع انه المذابح الموجودة في الكنيسة مقامة على ذخائر القديسين، وهي تعتبر كمان مكان مقدس، المذبح مكان مقدس، لأنه كل مذابح اللي بتصلي فيها بيكونوا حاطين فيها من عظام يا خشبة الصليب الحقيقية أم بيكونوا من رفات وبتسموها ذخائر القديسين وعظام القديسين على مذبح الرب. يعني صباحك نور أبونا. هلا صباح الخير. صباح الفل. هلا صباحك نور أبونا. هلا ابونا صباح الخير. شاكرين لك وجودك معنا باتصال لهذا الصباح. فتخبرنا ابونا شو كيف احتفالاتكم وتحضيراتكم لنهار الجمعه؟ احنا يوم الجمعه رح نحتفل بعيد سيدة الجبل. بصراحه الجو كثير جميل. نعم. معنى انه الناس كلها مبسوطه في عنجره. نعم. بلشنا استعدادنا بتوسعيه، بلشناها من الخميس الماضي لسيدة عنجره. بنصليها المساء مع كل الرعية. حلو. وبلشنا كمان نفس الموضوع القداس كله مع تسعية. بنحاول نحضر كل الكنيسة تقريبا كل عنجرة بتستعد معنا. نعم. ويوم الجمعة احتفلنا اكيد المواعيد عارفينها انتو. نعم. الساعة 11 راح يكون مباشر على شاشة التلفزيون كمان. الساعة 10 وربع المذبحة، يليها القداس. نعم. مباشرة. نعم ان شاء الله. هلا بنحاول نشتغل مع الشبيبه والاخويات والامهات وكله. نعم. ان احنا نطلع المزار، دائما المزار حلو. نعم. بس بنحاول في هاي الفتره نستعد، كلنا تقريبا كل الرعايه بتشتغل في العيد. نعم. كل الشباب بتشتغل، بيكون اسبوع شغل كله في الكنيسه تقريبا. نعم. نستعد فيه لعيد العذراء. نعم. لانه قديش ابونا عدد الحجاج اللي بيجوا على المزار بهذا اليوم؟ تقريبا 4000 5000 شخص بيجوا. نعم. زي كانه المقطص، زي المقطص يعني بالضبط. نعم 4000 5000 السنه دي كثير راح يجي ناس، لانه كمان وزاره السياحه دعمنا ببساط. نعم. راح يجي الحجاج من عمان لعنجره. حلو. اكثر عدد يعني. ابونا حضرتك بالتقرير حكيت الاسم القديم لعنجره، وصراحه ما فهمت ايش الاسم القديم. عنجره تعني عين الماء الجاري. نعم. نعم. ايش اسمها كان بالكتاب؟ التقليد بيقولوا انه كان في نبعه مي في عنجره، وكانوا جنود الرومان بيزقوا خيولهم ويشربوا مي من هاي النبعه الموجوده. نعم. لا زالت هاي النبعه موجوده؟ موجوده. حلو. موجوده. حلو. طب ابونا كمان بالتقرير ذكرت عن ظاهره صارت عند المزار انه العذراء تبكي دم. نعم. ده صحيح. نزلت دموع من الدم. سنة 2010. نعم. شهر 5. نعم. ايار 10 ايار 2010. نعم. المعجزة تمت انه في حدا من الرهبات كان بينظف المزار مع اولاد المدرسة ومع المعلمات. نعم. ولما دخلوا المزار بينظفوا السيستر بتنظف عند التمثال، هي شافت وجه العذراء بيكون طبيعي والعذراء بتبكي دم، نزلت دموع من عيونها. نعم. شاف المعجزة مش بس السيستر، كمان المعلمات وأولاد المدرسة الموجودين. بأمر من المطران عملنا تحليل للدم في المختبر عند رهبات الوردية. نعم. هو دم بشري. نعم. ومعروف أن هي معجزة أن العذراء بكت دم في عنجرة يعني. نعم. يعني بكت دم لما الواحد بقول له ببكي دم من الألم. بتعتقد أبونا بكاء العذراء دم لماذا؟ ال 2010 كانت بداية الحروب في الشرق الأوسط تقريبا. نعم. فهي العذراء كأم لينا أكيد بتحزن، بتزعل على أولادها يعني إنه يصير فيهم كل اللي بيصير هلا. نعم. أكيد بتبكي على خطايانا، بس يمكن كان أكثر شيء اللي في 2010 صاير الحروب اللي صارت في الشرق الأوسط، خصوصا الثورات اللي قامت، وفي ناس كتير بدون سبب ضاعت في هاي الحروب. نعم. نعم. وجودها دائما معنا كأم، يعني احنا بنقولها كأم مقدسة مش بس روحيا وجسديا كمان. طبعا. فهي بجسدها حضور العذراء معنا دائما موجود. نعم. امين يا رب. امين. نحن ابونا في هيك كلمة أخيرة بتوجهها للمشاهدين عبر شاشة النورسات،
لا احتفال يعني. انا بقول لهم انه احنا عندنا في عنجر العذراء حاضره معانا، نعم بنشعر بيها، وحتى لما بيجوا بيصلوا عندها راح يلاحظوا شيء كثير مهم، انه الطفل يسوع بيوجه صباعه ايده ناحيه قلب نحو قلب مريم، نعم، واليد الثانيه للسماء. هي العذراء كوم حتى لو احنا في العالم تعبانين وفي مشاكل وهموم، هي كوم بتوصل كل اللي احنا بنشعر بيه ليسوع، واكيد يسوع راح يساعدنا. اكيد بقول لهم دايما ثقوا، نعم، في العذراء، وانها كوم اكيد راح دايما تجيب الخير لكل واحد فينا يعني. إن شاء الله يا أبونا إنه العذراء ترمي دائما عبايتها الحنونة المحبة لكل الأشخاص المتعبين والمهمومين، يعني بتضل الأم هي الحضن الدافئ والقلب الحنون على أبنائه وبناته، فربنا يحنن قلوب الجميع. وأيضا نتمنى لك أبونا إنه خدمة مباركة والاحتفال يكون احتفال مبارك، تستجاب في الصلوات المرفوعة من كل أبناء الرعية واللي بيجوا بيحضروا من كل الأردن، يعني مش بس من عنجرة، من أهل عنجرة، من كل الأردن، ربنا يستجيب صلواتهم ويعطيكم العافية يا أبونا، كل المحبة إليك.